أمي، ماذا ستهديني عندما يصبح عمري 20 عاما؟ بني، ما زال الوقت مبكرا، لازلت بال15 من العمر. سنرى من هنا إلى ذلك الحين. مرت السنوات وأصبح عمره 19 سنة، وفي يوم مرض ودخل إلى المستشفى. بعد الفحوصات تبين أنه مريض بالقلب ويحتاج إلى عملية جراحية. مرت ساعات، فتح الشاب عينيه وكانت الصدمة. الشاب لم يجد أمه في الغرفة. يا دكتور، أين أمي؟ لا أراها، أين هي؟ آسف يا ابني، أمك لم تتحمل أن تراك تموت، فكتبت لك هذه الرسالة. رسالة؟ دعني أقرأ. حبيبي، لقد سألتني من 5 سنوات ماذا سأهديك بمناسبة عيدك 20، وأنت قد احتجت لقلب فهديتك قلبي، أحبك. فانهار الشاب وأصبح يركض ويقول: ماذا سأفعل الآن؟ من سيغسل لي كلشوني؟ من سيطهو لي الأندومي؟ وفجأة خرجت امرأة مثل الأفعى الراقصة من الخزانة وقالت: إذا تريدني فقط من أجل الغسيل والأندومي. وركلته برجلها وطار وعاد إلى السرير في غيبوبة مجددا.